هو الموضوع دوت انا شايف ان هو استغل، لان حكايه الخطأ في الدواء والمنشورات بيطلع كل شهر 3 4 منشورات على الاقل، يعني خطأ ده على مدار السنه وارد يحصل، وهذا الخطأ وارد وبيحصل في المواد الخامله اللي هي اذا كانت الماده الفعاله صغيره عايز اكترها عشان تخش المكبس بزود ماده اسمها فيلر، بزود ماده تانية اظبط البي اتش، بزود ماده ملونه عشان ادي لون محبب للاطفال. الماده دي الشركه بتغيرها، ما بتتحللش الاخلاق القوميه الرقابه والبحوث الدوائيه، الشركه من نفسها بتغيرها، بعدين لو لقت ان بتغيرها بمزاجها يعني بتغير. طب وهي لو عارفه ان الماده دي مش مضره ليه بلغت وزاره الصحه؟ مش عشان تسحب الدواء من السوق؟ لا حضرتك، هي لو مش مضره كانت هو اتاخد منها عينات عشان الدواء لما بيطلع من عندها بيتاخد منه عينات من الوزاره بناء عليه انه لما هيتحلل هيطلع ما فيش حاجه. فهي شفافيه بتاعت الشركه انها لما بتغير حاجه بتبعت جواب تقول انا غيرت في كذا، وهي نفس الشركه عملت تغيير في لون مستحضر قبل كده وبعتت قالت انا غيرت لون مستحضر بكذا، وما قالتش ان ده غلط، وجات الوزاره تقول لها ده غلط ونعمل منشور، قالوا ده مش غلط اثبتوا لنا ان ده غلط. انما اللي انا شايفه ان الموضوع اتاخد واستغل من مين؟ من قبل مين؟ وزير الصحه. وزير الصحه عايز يدي رسالة. ايه هي؟ بس وزير الصحة الجديد اللي لسه متعين ده؟ عايز يدي رسالة. ايه بقى الرسالة؟ ان هنا في مواجهة الفساد بقوة. يعني عاوز مثلا ينتقد الوزيرة الوزيرة السابقة؟ لا يا فندم، عشان رئاسة الوزارة تقول له برافو عليه؟ رئاسة الوزارة مديها تعليمات للوزراء ان لازم يكون، يعني الوزير الجديد افتعل هذه الازمه عشان يقول انا بحكم الفساد، لازم يكون عمل الوزير مترجم فعليا. بس انت كده بتقف في صف شركات الادويه. لا يا حضرتك، ده هو كده الوزير قال لك استغل هذه النقطه واوري للناس ان انا بكشف فساد الموجود.